والله ساعتي تندب علي والله كل همومك تنجيلي والله ساعتي تندب علي لما تطيحي بشدة والله كل همومك تنجيلي والله ساعة تندب علي والله كل نقسم بالجليل شلون انت مجرب وشايف لو حالت امل وظنون لو عندك عقيدة يصير صدق ما طلبك مضمون عايب حق علي سهلة عايب حق علي سهلة والكلفات عندتهن برهان عندي لك لو تعتقد والله 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 ساعة
مسلم وعندك دين اقرب كل وعي القرآن وتدبر بآياته وفسر بصديق ووجدان عين موقف علي تنطيك أكثر من ألف برهان عين تقويته وعين علمه ودور بساحة الميدان آيات تنزل بحق حيدارة آيات يفضل دنيا وآخرة مسلم والبخاري شير عنها لو انت تسأل الهادي ويا النصارى الهادي والنصارى المن اجاب بيوم المباهل الهادي ويا النصارى المن اجاب بيوم المباهل الزهرة وعلي وولاده بيهم طلع يتقابل من صار هو نفس المصطفى من صار من حمل هاي الصيفة من صار هو نفس المصطفى من صار من حمل هاي الصيفة والله
علي آيات ما تنحصي ولا تنعد اقرب هالأسى واضح تقدر توصل المقصد زكى بخاتم راكع وكبر وي علي المعبد وعن تقوى علي آيات ما تنحصي ولا تنعد اقرب هالأسى واضح تقدر توصل المقصد زكى بخاتم راكع وكبر وي علي المعبد ودنيا وآخرة فضله يا ناس النبأ اشهد يسألون سألون الخالق أحب عيدي يسألون بالحشر عن هبيتي يسألون الخالق أحب عيدي يسألون بالحشر عن هبيتي الخالق يعرف مجده لما يطيح بشدة والله ساعة تندب علي والله كل همومك تنجيلي والله ساعة تندب علي استمر استمر بالله تبارك الله فيك موجود ان شاء الله احسنت لا تخبص استمر مو مشكلة اي مو مشكلة استمر بارك الله ما شاء الله الشباب اليوم هواية عندنا أم الخير يا بالحسن يا بارك